يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يقال إنها صفات سلبية؟ نفي، هذا نفي النقائص عن الله، سلب النقائص عن الله، ما هي بصفات ذي، هذا نفي، والنفي ما هو بصفة. نعم، تنفي عنه الصفات الناقصة مثل النوم والنعاس. نعم، هذا نفي صفات النقص عن الله جل وعلا. نعم.